اقتصاديا، أكد المركز الإعلامي المجلسي الوزراء انخفاض معدل التضخم العام للمرة الأولى منذ 6 أشهر رغم استمرارية تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية. وأشار المركز في تقرير له إلى أن تراجع أسعار الفاكهة والخضروات دفع معدل التضخم العام للتراجع خلال يونيو الماضي، حيث سارعت الدولة لوضع الخطوات العملية التي تمكنها من تجنب الآثار السلبية للأزمة الأوكرانية، وفي مقدمتها الضغوط التضخمية مع المحافظة على مستويات الإنتاج بهدف دعم استقرار الاقتصاد والحفاظ على معدلات النمو، وكذلك المساهمة في خفض معدلات التضخم.